صلى الله يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى قرة عينك فاطمة بضعتك الزهراء المقصوب أرثها المسكت لها جليلها المكسور رضاها السلام عليك يا فاطمة السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا مسموم يا سيد أهل الجنة السلام عليك يا شهيد كربلاء يا سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا أم المصائب زينب يا ليتنا لنفوز والله فوزا عظيما لم أنسها وقلبها بيد الأرزاق ملتهب تقول يا والدي يا والدي ضاق الفضا بنا لما رضيت وحالا اتقل لقومك يا رعوني وخلاف علمك مرمروني خالفوا وصيتك وانكروني ورباب يبون عصروني ومن البكاء عليك منعوني وبر المدينة يا ابوي طلعوني الله تقلق
Fatma, das sind nicht nur Buchstaben.
Oh.
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.